رصدت عدسات الكاميرات مساء اليوم الخميس لحظة تلقي حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الاتحاد بطاقة صفراء بين الشوطين في مباراة فريقه ضد الأهلي. وأظهر الفيديو أن البلوي كان يتهجم لفظيا على حكم المباراة محمد الهويش بعد نهاية الشوط الأول من المباراة، فيما قام الأخير بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه. وأبان المقطع أن الهويش لاحق البلوي إلى خارج الملعب حتى يمنحه البطاقة الصفراء وقال له احترم نفسك لو سمحت بعد التهجم عليه. وهذا هو مقطع الفيديو.